بنتي كلي شي لقمة، ما بصير هيك. متوترة كتير أمي، مو قدرانة آكل شي. اللي بيسمعك بيقول أول مرة بتروحي محكمة. هالمرة غير، اليوم رح أطلق. زهرة أكيد رح ترجع لي. بنتي لا تحكي بهي الثقة كتير، يعني مو مبين لسه، المحكمة رح تقرر. بس هذا قراري أمي، شو ما صار أنا ما رح أتركها. إن شاء الله أنا رح أجي معك بلا ما تضلي لحالك. أنا مارقة بوجعك. اي معناها يلا قومي، رح نتاخر على المحكمة. طيب انا كمان رايحة على الدكتور. ليش امبارح ما رحتي؟ بلا رحت، بس كانت معاينة قصيرة، كان عنده اجتماع. انا طالعة معكم. وانا كمان طالع بوصلكم. يلا. وانا وانت كمان عثمان افندي، يلا نشوف. شكرا كثير ما جبتك، عزبتك مجد. ما رح اخرك اخي، المستشفى على الطريق. إيلين روحي. شو صار؟ إيلين انت منيحة؟ ما فيني شي، انا منيحة. إيلين إيلين أمي رح تأخروني. استني شوي. يا خانم، يا خانم انت منيحة؟ يا خانم فيكي شي؟ هي هي النتائج لعند الدكتور فورا. تفضلي. أنا حابة أعمل تحليل. تحليل شو؟ يعني عبيلي هي الحمام فوق لو سمحتي.